السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رب العالمين سنتناول موضوعا جديدا وهو عقد نقل البضائع. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن موضوع عقد النقل بشكل عام وتحدثنا عن أحكام هذا العقد. الآن سنتحدث عن عقد نقل البضائع ونتناول في هذا الموضوع عدة نقاط وموضوعات مهمة. بداية سنتحدث عن موضوع سند الشحن. ما هو سند الشحن وما هي حجة إثباته؟ ونتناول بعض الموضوعات الخاصة بسند الشحن. بداية يمكن تعريف سند الشحن بأنه ذلك الإيصال الذي يصدر من الناقل أو من الربان يوقع عليه بأنه استلم البضاعة ووضعها على ظهر السفينة. إذن سند الشحن هو الإيصال الذي يوقعه ويصدره الناقل أو ربان السفينة، يوقع عليه بأنه استلم البضاعة ووضعها على ظهر السفينة. طبعا هذا العقد أو هذا السند عفوا يتضمن عقد النقل ويعتبر أداة مهمة لإثبات عقد النقل. طبعا لا يسلم هذا السند إلا بعد تمام عملية شحن البضاعة ووضعها على متن السفينة. وبناء على ذلك فسند الشحن يعتبر الوثيقة التي يسلمها الربان إلى الشاحن. الشاحن هو الشخص الذي يكون مثلا في دولة الصين يريد أن يرسل لنا بضاعة إلى دولة فلسطين، هذا نسميه الشاحن كما أوضحنا في المحاضرات الماضية. إذن سند الشحن هو الوثيقة التي يسلمها ربان السفينة أو مالك السفينة إلى الشاحن، يقول له فيها أنني أنا استلمت منك هذه البضاعة. طبعا هذا السند يصدر بناء على طلب الشاحن لإثبات تسليمه البضاعة على ظهر السفينة. طبعا هذا يعتبر الخطوة الأولى من خطوات تنفيذ عقد النقل البحري. طبعا هذا السند أيضا معد لكي يكون دليلا على وجود عقد النقل البحري، وقلنا في المحاضرة الماضية أنه يمكن إثبات عقد النقل البحري عن طريق سند الشحن. طبعا هناك عدة بيانات يجب أن يشتمل عليها هذا السند. أهم هذه البيانات هي اسم السفينة واسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم، إضافة إلى صفات البضاعة المشحونة وطبيعة هذه البضاعة من ناحية نوعها ووزنها وحجمها وكل العلامات التي تشير إليها. 4 اسم الربان. طبعا هذا البيان غير ضروري، يكتفى طبعا باسم الناقل أو هو أو صاحب السفينة. 5 يجب ذكر ميناء الشحن بالإضافة إلى وجوب ذكر ميناء التفريغ، ويجب أن يشار إليه أيضا، يجب أن يشار في هذا السند أيضا إلى أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول. 7 يجب أن يشتمل أيضا على زمان ومكان وتاريخ إصدار سند الشحن وعدد النسخ التي حررت منه. 8 المكان المحدد لوضع البضائع في السفينة، يجب أن يوضح في هذا السند ما إذا كانت البضاعة ستوضع على سطح السفينة أم داخل العنابر الموجودة في السفينة. طبعا هذه البيانات يجب أن تلاحظ أنها وضعت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ومن ثم لا يترتب على إغفال أي منها بطلان السند. وبالتالي يجب أن يشتمل هذا السند على عدة بيانات. هذه البيانات يمكن إضافة غيرها، وإن تم إغفال أحدها فلا يعتبر سند الشحن باطلا. يعد هذا السند بعدد من النسخ، أقلها نسختين تسلم إحداها إلى الشاحن والثانية تسلم بيد الناقل. الناقل طبعا هو الربان أو
المالك. طبعا قلنا أن هذا السند يصدر بطلب من الشاحن. تكون طبعا هذه النسخة الموجودة بيد الناقل غير قابلة للتداول. أما النسخة الموجودة بيد الشاحن أو الشخص الموجود في الصين مثلا الذي يريد أن يشحن البضاعة، طبعا هذه طالما أنها موقعة من الربان بوصفه ممثلا عن المجهز تكون قابلة للتداول. طبعا هذه النسخة الموجودة في يد الشاحن تعطي لحاملها الشرعية في استلام البضاعة والتصرف بهذه البضاعة. طبعا يجب أن نلاحظ أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من نسخة، لكن يكون على الناقل تسليم البضاعة ليد واحد فقط ممن يحملون هذه النسخة، وبالتالي يترتب على تسليم الناقل البضاعة بمقتضى أحد هذه النسخ أن تعتبر النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة للناقل. يعني إذا سلمنا هذه البضاعة إلى واحد من حملة السندات تعتبر لاغية باقي السندات الموجودة في يد الأفراد الأخر أو الآخرين. أما بالنسبة لأنواع سندات الشحن فهذا الموضوع نتركه لقراءتكم، حيث سنتطرق لموضوع أكثر أهمية وهو الوظائف التي يقوم بها أو التي يؤديها سند الشحن. طبعا لا ينحصر دور سند الشحن في كونه أداة تفيد استلام البضاعة، هو يقوم بثلاث وظائف. أولها أنه يعتبر أداة لإثبات تمام عملية شحن البضاعة. قلنا أن هذا السند لا يعطيه الناقل أو ربان السفينة إلا بعد رفع وتحميل هذه البضاعة على ظهر السفينة. الوظيفة الثانية وهي وسيلة لإثبات عقد النقل، وهذا تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية عندما تحدثنا عن إثبات عقد نقل عقد النقل البحري. ثلاثة وهي أن هذا السند يعتبر أداة لتمثيل البضاعة، أي أنه دليل يمثل ملكية البضاعة المشحونة، حيث أنه يعتبر بمثابة وثيقة لملكيتها. لكن هذا الأمر ليس مطلقا، وهذا ما سنوضحه يعني خلال هذه المحاضرة، حيث يعتبر حامل السند في حكم الحائز على البضاعة حتى لو كانت هذه الحيازة حيازة رمزية. طبعا يكون حامل السند هو صاحب الحق في البضاعة، يكون حامل السند صاحب الحق في البضاعة. طبعا يبرر هذا الأمر أن الرحلة البحرية تعتبر طويلة المدة، ويرغب المشرع في ذلك إلى تفادي تجميد قيمة البضائع، لذلك لا نجد هذا الموضوع في عملية النقل الجوي. طبعا يجب الإشارة إلى موضوع مهم وهو عدم الخلط بين سند الشحن كونه أداة لتمثيل البضاعة وبين سند الشحن كونه أداة لملكية البضاعة ذاتها، حيث أن سند الشحن ينقل حقوق دائمين ولكن لا يعد سند ملكية بالمطلق، لا يعد سند ملكية. ذلك أن السند أو اللي هو سند الشحن يخول حائزه الحق في استلام البضاعة. قلنا أن من يملك السند ومن يحوز هذا السند فيكون له الحق في استلام البضاعة، أما ملكية البضاعة فقد لا تثبت له، قد لا تثبت لحامل السند، يعني لأنه بمجرد تظهير هذا السند تنتقل الملكية للشخص المظهر له، الشخص المظهر له. إذن نعيد، السند على هو سند الشحن يخول حائزه الحق في استلام البضاعة، أما ملكيتها فقد لا تثبت له لأنه مجرد مظهر إليه تظهيرا توكيليا مثلا. يعني ممكن نقصد بهذا الكلام أنه ممكن يتم تظهير السند لشخص
عشان يستلم البضاعة فقط، مش عشان يتملكها. هذا فيما يخص وظائف سند الشحن. أما الموضوع الأخير في موضوع سند الشحن فهو حجية هذا السند. طبعا تختلف حجية هذا السند من ناحية العلاقة ما بين الأشخاص، حيث أولا إذا كانت العلاقة بين الشاحن والناقل فإن حجية السند تعتبر حجية نسبية بالنسبة لهذين الطرفين، ويجوز لأحدهما إثبات عكس ما جاء في هذا السند بشرط أن يكون هذا الإثبات بطريق الكتابة. أما حجية السند بالنسبة للغير فممكن هذا السند لا يقتصر حجيته على أطرافه فقط، بل قد تمتد إلى الغير كالمرسل إليه مثلا أو المؤمن. وعلى ذلك فلا يجوز للناقل أن يثبت في مواجهة الغير عكس ما جاء في السند، بحيث يجوز للغير إثبات عكس ما جاء في هذا السند بكافة طرق الإثبات. إذن يجوز للغير إثبات عكس ما جاء في هذا السند بكافة طرق الإثبات. أما إذا كان السند ما بين الشاحن والناقل فيجوز إثبات عكسه بالكتابة فقط. أما بالنسبة للغير يجوز إثبات عكس ما جاء فيه بكافة طرق الإثبات، كون إنه ليس طرفا في هذا العقد أو في هذا السند.